شو الأول خارقة تبع اليوم؟ الأول خارقة تبع اليوم ما بتحسوا بالوجع. هتلر سازيم. أخ أي يه؟ عشو عم تعيطوا؟ عم شيل شعري دايما بالسكر. شلولي لإلي أنا بابوجة. يه حار، أنا كتير بحب الحار. يا أنا كيف عم تشرب الحار؟ شو أنت بلا إحساس؟ مايكل نحنا لازم نترك. اوكي. ما حسيت بشيء لنا 10 سنين مع بعض؟ ولا فرقة معايا الناس. يي شو بلا احساس لازم اتركك من زمان. انا ضربت اصبع اجري صغير بالباب وما توجعتش. مايكل ما تقرب صاب طارق اليوم عم يعمل مشاكل كثير. شو هالفاشل طارق؟ شو مايكل؟ انت قلت عني فاشل؟ ايه انا اللي قلت عنك فاشل. ايه خود بوم. كيف مش عم تحس؟ شو هالإنسان هيدا؟ مش إنسان أنت. ما بدي يخلص القوة الخارقة، بليز كوني أفضل من تبع امبارح، شو القوة الخارقة تبع اليوم؟ القوة الخارقة تبع اليوم طقية. طقية؟ يلا من وين بدها تيجي الطقية هلا؟ هاي بالنتية؟ شو بدي فيها بالنتية؟ يلا يا المدرسة أنا من جيلك كنت أدرس على الشمعة. وليش ما كنتش تدرس الصبح؟ لك أنا كنت روح ماشي على المدرسة أقطع الجبال والوديان وكل شيء. سادي مايكل تعرف حتى إيش بتعمل؟ شو بتعمل؟ تكتشف الناس إذا بتكذب ولا لا. في جربها؟ إيه. واو أنا ما درست شيء للفحص. ومتى رح تنقرضوا أنتو؟ ألما ليكي هيدا نازل على النيابة، خلينا نشوف شو عم بيقول. بدي جيب لكم المي، بدي جيب لكم الكهرباء وزفة الطرقات واعطيكم مدارس لاولادكم وما بقى بدي خليكم تهاجروا. يلا شو هي الاول خارقة تبع اليوم؟ الاول خارقة تبع اليوم عوينات. شو بيعمل هالعوينات؟ شو طلع لك قوة خارقة؟ بقدر طير. وانت؟ تقدر تطير نيالك، انا طلع لي هالعوينات. جربها بركي فيها شيء. انتبه انتو عم تسوق السيارة. ليه؟ ماشي بس انتبه. ألما حذري هالعوينات شو طلع بيعمل. شو بيعمل؟ إذا تلبسيه بتعرفي كيف بتموتي. عنجد شو بيعمل كيف بموت؟ بتموتي بنمر. نمر؟ خذي شوفي أنا كيف بموت. كيف بموت؟ كمان نمر. نمر؟ مايكل فيني روح مع رفقاتي على حديقة الحيوانات؟ أكيد لا. شو هبلة أنت بدك تموتي؟ نسيتي إنك بتموتي بالنمر؟ في مخيم جديد بس ما فينا نروح عليك، بركي طلعوا لنا شي نمر. هيك بدنا نضلنا مشروبين بالبيت. تاكسي بليز بتودينا على المدرسة؟ أوكي. تاكسي ليش رحت بطريق تاني؟ ما لأنه هيدا طريق مختصر. طريق مختصر؟ أول مرة بشوفه. ما تعتلهم. تاكسي شو اسمك؟ أنا اسمي نمر. نمر؟